كل سنة وانتم طيبين مرة تانية، والفقرة دي مش محتاجة كلام، الفقرة دي محتاجة أكل بصراحة. طبعا طقوس وحاجات كتير جدا بنعملها في عيد الحب، ومنها ان احنا نجهز الكب كيك زي ما انتم شايفين كده، ازاي نحضره بشكل مختلف في البيت من غير ما نشتريه، وكمان ازاي ناكله، وكمان ازاي نكتب عليه صباح الورد. وصباح الورد طبعا على كل الناس، وكل سنة وحضراتكم طيبين. اكيد في اشكال كتير جدا وطرق كمان كتير مختلفة علشان نعمل الكب كيك بتكون كمان مناسبة في الفالنتاينز او في عيد الحب، وكمان تدينا كده جو من الرومانسية والحب. مش لازم بقى نجيب تورتة وحاجات كده كبيرة، لا، ممكن الكب كيكس الصغيرة دي تبقى يعني حاجات يعني تبقى بديلة عن الكيك، زي ما هنشوف مع ضيفتنا النهاردة اللي هتكون منورانا، نوران إبراهيم، مصممة ديكور الكيك. وصباح الورد عليك يا نوران. كل سنة وانت طيبة. صباح الورد عليك يا نوران، وكل سنة وانت طيبة. وانا طبعا يعني قبل اي حاجة اخدت منك الكب كيك على الهواء. انا بعترف يا جماعة الهواء ان انا اول ما نوران دخلت ولقيتها بصراحة حاطة صباح الورد على الكب كيك، ما قدرتش استحمل، قلت لها لازم اطلع بيها على الهواء. طبعا احنا في اي فقرة من الفقرات اللي بتبقى حلوة زي فقرتك كده بنقول ان احنا عايزين نسمع اكتر من نتكلم. النهاردة احنا عايزين ناكل اكتر من نتكلم، فعايزاكي بقى تقولي لنا هتعملي لنا ازاي الكب كيك واحنا معاكي. ماشي، اوكي. الكب كيك انا جايبه لكم نوعين طبعا بمناسبه الفالنتاين، فانا جايبه حاجات فالنتاين طبعا، الدبدوب مهم في كل حاجه. خلينا بقى نبينها كده للكاميرا عشان كل المشاهدين يشوفوها. الدبدوب طبعا ده سيم من ده بطل الفالنتاين بالظبط، ولازم كلنا نعظمه. استخدمت معاه اللي هي البيبر توبر دي، الحاجات دي انا مثلا بعملها فوتوشوب واطبعها، ممكن تقطع ليزر، وببدا اعمل الكوليكشن ده مع بعضه، بحس ان انا احلى من ما يبقى الدبدوب لوحده يعني. بس فده نوع. في نوع تاني ان انا ممكن الحاجات بقى اللي هي اكس او عجباني كمان قوي، الشفايف دي هايله. الشفايف انا دايما بحب الحاجات ال 3 دي مش ال 2 دي اللي هي بتبان، اللي هي شفايف فعلا تتباس يعني، مش تتاكل بس. طب قولي لي ايه الفرق ازاي؟ الواحد هو جعان بيبقى مش مركز خالص يا جماعه. مروح تموت وتاكل يا جماعه. يعني اللحظه اللي انا هجرب فيها الكب كيك ودوقها. ايه الفرق ما بين انت بتقولي 2 دي وال 3 دي بالنسبه للكب كيك؟ ايه الفرق؟ ال2 دي يعني مثلا الشفايف دي ممكن تعمل شكل 2 دي اللي هو ما يبقى السكنس بتاع مثلا 2 مللي ولا حاجه. لكن دي انا عاملاها كانها حقيقيه فعلا يعني، تتاكل صح؟ الشفايف دي تتاكل. تتاكل ليه؟ يعني بصها بس. بالظبط. ففي نفس الوقت البيز اللي انا بحطها تحتيها ما بحبهاش تبقى بلين، بحب برضه اديها تكتشر، اللي انا عاملها منقطه مخططه كاروهات اي حاجه. كل ده بيفرق في شكل الكب كيك. وطبعا عاملينها ريد فيلفت عشان الفالنتاين. كله عاملاه ريد فيلفت. ريد فيلفت وتشيز كريم. طب خلينا نتكلم عن بتاعت صباح الورد بقى. دي اهم كب كيك عندنا. صباح الورد دي انا سرقتها من اللوجو بتاعكم. رحت خدته ومسحت شويه حاجات منه وعملتها في فوتوشوب برده، وطبعتها وعملتها كده توب للكب كيك. تسلم. طيب انت وعدتيني قبل الهوا، مروه خدت دي، انت وعدتيني هتعملي لي انا واحده مخصوص على الهوا. بس مش صباح الورد. مش صباح الورد، ماشي. حاجه مش بقى الفالنتاين. طب يلا نقوم بقى نعمل. ماشي، اوكي. بتاخد وقت قد ايه بقى يعني في عمايلها؟ في حاجات بتاخد وقت زي الدبدوب ده مثلا، وفي حاجات ما بتاخدش وقت خالص زي الحاجات التانيه كلها. يعني ممكن ست البيت كده النهارده يوم الفالنتاين مثلا عشان نسيت تعمل حاجه، تجيب حاجه للولاد النهارده اول يوم مدرسه فمشغوله معاهم، ممكن تعرف تعملها بسرعه مثلا كده؟ ممكن تعمل البيزك اللي هي عليها القلب دي. لان في حاجات بتحتاج، انا مثلا بستخدم قوالب سيليكون ساعات. شفايف اهي. والقوالب دي برضو بستخدمها، وساعات بعمل حاجات بايديا. فهي لو هي عندها الحرف ان هي تقدر تعمل حاجه بايديها ممكن تعمل طبعا بسرعه جدا. طب عندك حاجه قلب؟ عندي. طب اعملي لي قلب. هعمل لك قلب. حاضر. فانا ممكن ابتدي بالحاجه الصعبه اللي هي الدبدوب. اوكي. ده اكتر حاجه مثلا ممكن ناخد فيها وقت. طب خلينا نقول بس واحنا بنشتغل ده ايه؟ دي عجينه السكر اللي هو الفندام، بتبقى معموله من مارشميلو وسكر بطريقه معينه، يا اما بتتعمل في البيت يا اما بتشتريها جاهزه. تمام. طبعا لو ملونه جاهزه اسهل، لان هو يعني عجنه بيربي عضلات في الايد. فانا ممكن اعمل الدبدوب. اهم حاجه في الدبدوب ان انا احافظ على يعني اعرف النسب بتاعته صح. هي اكتر طبعًا الاشكال اللي بتطلب منك في الفالنتاين، هل الدبدوب ولا الدبدوب القلب يعني ولا كل ما حد يشوف الدبدوب يحبه قوي. مع ان انا بحب الحاجات اللي عليها فونت انا عجبني الشفايف جدا، والشفايف برده عجبتني قوي. هي مناسبه برده للفالنتاين. كلهم حلوين. كنت هعمل لكم حاجات تانية بقى، بس يعني قلت على قد الوقت. لا انت ما تقلقيش، انت هتخرجي عموما من غيرهم النهارده. اكيد يعني هتخرجي. يعني انا مش خلصت اللي بنعمله اساسا، هيتاكلوا كلهم. بس هحاول احافظ على النسب بتاعتي، ان انا هعمل البادي بتاعه الاول. فعملت الكوره دي.
وانت اصلا معلش يعني هو سؤال بعيد عن الموضوع، انت خريجه ايه؟ هندسه القاهره عماره. يعني بس بتعرفي برضو ما كده طبعا نحافظ على النسب اكيد يعني الكارير بتاعي وشغلي وتعليمي ساعدك ساعدني كتير جدا طبعاً. وخلاني يمكن ابقى فارقه عن غيري كتير في ان انا اقدر اعمل حاجات بسهوله، الطباعه والحاجات دي والفوتوشوب كل ده انا متعلماه مثلا من الجامعه بتاعتي او ممارسه المهنه بتاعتي يعني. ولكن انت نوران دلوقتي متخصصه بس في الكب كيك او انت مركزه في الكب كيك؟ لا بس انا محافظه على شغلي برضو يعني انت بتشتغلي وتدي دي الى جانب الشغل مش معطلاكي يعني خالص؟ لا بالعكس يعني بعرف لان كمان المكان بشتري منه جنب شغلي على طول فالموضوع بالنسبه لي حلو. انا دي حاجه باشن بالنسبه لي بحب اعملها يعني مش بتنسلي اي نوع من ال. وليكي بقى صفحه على الفيسبوك وكده يعني؟ عملت بيج تقريبا من 7 شهور. انا بقالي 3 سنين يعني كنت ابتديت الموضوع ده بس ما كنتش عايزه ابتدي البيج بتاعتي الا لما اوصل للاحترافيه يعني ان انا اقدر اكمل فيها يعني او ان انا اوصل حاجه للناس اكون متاكده وواثقه ان انا هعرف اعملها صح. طب قولي لنا بقى خطوه خطوه انت بتعملي ايه؟ انا دلوقتي عملت الجسم بتاعه والراس بتاعته بس الراس كبيره شويه فهناخد منها هنصغرها شويه. عملت الجسم والراس بتاعته هبدا بقى اعمل اطرافه بس هثبت دول كده مع بعض دلوقتي. هتموت وتاكليها، هتموت وتاكلها، هتموت خلاص كليها يا مرة. طب ما ندوق على فكره. أيوة. احنا ممكن ندوق يا نوران؟ اكيد طبعا. طيب يلا يا جماعه احنا هنجرب معاكوا دلوقتي على الهواء. لو سمحت يا فتحي عشان ننقل لكم يعني المشهد فيري كلوز على مروه لو سمحت ارجوك. دي كب كيك مكتوب عليها صباح الورد. نشيل بقى صباح الورد خلاص؟ لا هخلي صباح الورد عشان انا تعرفي تاكليها. لا ده برنامجنا وانا بحب برنامجنا. طيب ومعتزه بيه جدا ولكن خلينا ندوق ونشوف. بس لو المنظر يبقى وحش قوي. لا لا كلينكس بقى ولا اي حاجه. في كلينكس ايه ده؟ طب سنينك بس لا سمعت كتير ان هم بيقولوا لي بس هاكل بتاعتي. دوقي وكلي بتاعتك وانا هاكل بتاعتك برضه بس دوقيها. كتير بيقولوا لما بياكلوها بيحسوا تقريبا الباشن اللي انا بعمل بيها بتوصل لهم. احنا معاكي على فكره يا نوران يعني احنا بناكل ومعاكي. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال والحلاوه دي؟ حلوه قوي فظيعه. كمل بقى. طب بقك على بقك وايديا. طب بنروح يا استاذ فتحي على نوران عشان انا دلوقتي عملت الجسم بتاعه وبعمل كل حاجه لوحدها بعدين ببدا اجمعهم هبقى اوريكم يعني لما نوصل لمرحله التجميع بيتجمعوا ازاي. الرجل بتاعتي اللي هي بتاعت الدبدوب دي بيبقى فيها الجزء ده عشان اديله شويه معالم يبدا يبان ان هو دبدوب. خلاص خلاص يعني احنا قلنا ندوق مش ناكل. ما انت ممكن تاكل عادي. احنا معاكي عشان بجد عايزين نتعلم الخطوات عشان يعني نقدر نعملها في البيت برضه. خلاص انا كده فاضل لي الايدين بتاعته والودنين بتاعته بعدين هنبدا نركبهم على بعض. انا شاطره جدا في الاكل يعني بعمل اكل تحفه رائع. الحلويات ماليش فيها خالص. انا كنت كده تماما بالظبط بجد. كنت بعمل اكل حلو قوي بس كنت انا ومامتي للاسف ما نعملش حلويات. انا كده انا ماليش في الكلام ده. بعدين انا بالنسبه لي الموضوع مش عمايل حلويات على قد ما هو فن بالظبط يعني يمكن فنانه يعني بتهتمي اكتر بالديكور بتاع بالديكور بتاعها. اكيد لازم الاكل يبقى حلو بس طبعا الحاجه اللي بتطعم العين قبل البوق بتبقى احلى يعني. بتاكل قبل البوق بالظبط. قعدتي اتعلمتي في قد ايه بقى يا نوران يعني وقت قد ايه تتعلمي ان انت تعملي الكب كيك وما تطلعش منك مثلا مقادير زياده او مقادير ناقصه؟ بصراحه قعدت كتير جدا ان انا كل مره بتفشل ما بقتش عارفه ليه مثلا ساعات تهبط مني فانا في الجامعه كان معظم لو انتوا تعرفوا يعني في عماره مفيش منهج مفيش كتب. احنا كل حاجه بنسيرش اي ماده عندنا الاسايمنت بتاعنا ريسيرش على كذا فبقى عندي الريسيرش والسيرش والسايتس على الانترنت اللي بتفيدني كتير دي مظبطه لي حياتي تماما في كل حاجه بقى مش زي ما انت مظبطه مروه جدا بالظبط مش في الكيك بس. خدي كان في هنا والله كلينكس. لا في كلينكس معايا معاكي. طيب بس من كتر حلاوتها مش عارفه ابطل اكل بسرعه. طب قولي لي في بتبقى اللي هو الكب كيكس الجاهز ده هل ممكن اجيبه انا مثلا واعمل بقى عليه الحاجات اللي انت بتعمليها دي؟ طبعا ممكن تجيبيه بس الكب كيك الجاهز ده انا لو جبته او استعملته لو اضطريت يعني اجيبه او استعمله بيبقى طف شويه بيبقى مش طازه مش فريش. فانت تقريبا يعني لو انت جبتي طريقته من اي حاجه من على النت او جبتي حتى الكيك ميكس الجاهز هتعملي كب كيكس احلى يعني.
بس يبقى عندك القالب والحاجات دي. لا بصي انا بقول لك ان انا امبارح يعني انا مش شاطره في الحلويات بس امبارح كنت بعمل شوبينج يعني للبيت وكده، لقيت فيه صوص مكتوب عليه دبس البلح، دبس التمر. انا بصي انا بعشق التمر، فجبته وقلت افتكاسه نرمين، يعني نرمين وافتكاستها بقى هتخترعي بقى. جبت طب والله انا لسه ما جربتهاش، جبت كيك جاهز وقلت هعمل عليه الدبس التمر ده وزبده، معرفش هيطلع ايه بس انا يعني احساسي هيبقى حلو اكنه طارت بلح يعني. بنعتبره بس انا حاسه ان دبس التمر ده معمول اكتر للاكل مش للحلويات. لا بس هو مرسوم عليه ليه؟ انت بتحبطيني ليه؟ انا حسيت كده ما انت قلتي لا ما هو زي مش دبس رمان. لا هو مرسوم عليه حتى يعني طرط وحاجات كده ان هو يعني. طب انا عندي راي تاني، انت تختصري واللي نوران هتعمله تاخديه وخلاص وتحتفلي بالفالنتاين يعني عشان يبقى اسمي برضو انا عملت حاجه. طيب قولي لنا بقى دلوقتي هبدا بقى اركب المكونات بتاعه الدبدوب بتاعي. فالادوات دي انا بستخدمها عشان ابدا افرغ فيها في الدبدوب اماكن بتعمله بقى العين والبق والمناخير واحط فيها الحاجات دي. فطول زي دي مثلا ممكن اعمل بيها مكان الودن بتاعته. الفندام ده بقى بيلزق في بعضه بميه، بس طبعا انا مش عايزه اخد ميه كتير فبستخدم الخلل دي صديقتي جدا في كل حاجه وبتقدر تساعدني ان انا اعمل كل التفاصيل اللي نفسي فيها. هو انت بتحطيها ايه ده بميه دي ولا هو بيلزق بميه بس مش ميه كتير لان هو بيدوب من الميه. اوكي فحاجه بسيطه جدا كده من الميه ببدا اركب الودنتين بتوعه مكان التجويف اللي انا عملته. خلينا بس نوجه الكلام ده كله للكاميرا عشان برضو مشاهدينا يتابعوا معانا. ماشي مكان التجويف اللي انا عملته ببدا اركب الودنتين بتاعه الدبدوب. بعدين هبدا اعمل بالطول دي المكان بتاع الدراعات بتاعته. غلبه برضو يعني هو مش من اول مره بتظبط معايا يعني، بس يمكن التعود خلاني اعرف اعملها على طول. انا حاساكي بصراحه بروفيشنال يعني، عملتي في وقت قليل جدا الدبدوب وطالع شكله حلو ان شاء الله هيطلع دلوقتي. طب قولي لي بقى واحنا كده وانت بتعملي، عايزه اعرف ايه اغرب مثلا الاوردرز اللي طلبت منك او الاوردرات اللي طلبت منك الحاجات الغريبه اللي هو قلت لهم ايه ده وفعلا بقى ما انا بحب الحاجات الغريبه قوي. بس هي اغرب كيك كانت مطلوبه مني كان ولد من اصحابي عايز يعمل كيك لاخته يعني. هي دايما اهم حاجه عندها في الدنيا ولادها واولادها أشقية، فطلب مني كيك فيها بامبرز وطفله داخله جوه غساله وهدوم مرميه على الارض. ما كانش ليها دخل بس رحت انا عملت الكومبينيشن ده كله مع بعضه وطلعت احلى حاجه في حياتي يعني عملتها. كانت عايزه تعمله شخصيته يعني. كانت عايزه يعني كان عايز يوصل لها تقريبا المسج دي، والبنت عجبتها قوي الكيك فعلا. طيب احنا دلوقتي ركبنا ودينه. ببدا احط بقى يعني كل الحاجات خلاص بعد ما عملت التجويف. ركبت الايدتين والرجلين بتوعه، هبدا اعمل التفاصيل اللي هتبين شخصيه الدبدوب. فالدبدوب بيبقى فيه عينين اكيد وخياط، هعمل تجويف العينين برضو. طب يعني احنا ممكن نتغاضى عن الحاجات دي عشان الوقت. مش انا قلت هو بياخد وقت. ممكن نعمل بقى اشكال تانية. اوكي اللي هي الحاجات العاديه دي مثلا البوسه. فانا هجيب القوالب دي سهله جدا بقى وسريعه يعني، لو حد عنده الحاجات دي هتطلع منه بسرعه جدا. فببدا اخد من الفندام بتاعي، مش لازم اطريقه وادوبه يعني، هو لو انا خدته سوليد كده هيبقى احسن معايا في السيليكون. في حاجات بحتاج ان انا اطري فيها الفندام. الشفاف بتطلع كده بس بحتاج ان انا اعدل فيها شويه عشان مش راضيه عن شكلها قوي كده. فبنبدا نعمل فعلا شكل شفاف حقيقي بالتولز بتاعتي دي. بعمل البيز اللي انا بحطها على الكب كيك بعد ما عملت الشفايف دي، عايزه احطها على بيز لاني ممكن على الكريم على طول مع الوقت او مع النقل تدوب. انا عايزاكي بقى يعني بعد الحلقه تعملي لي حاجه يعني مهمه جدا، عايزاكي تعملي لي صوره الاستاذ الجميل المبجل فتحي المخرج بتاعنا فتحي حبشي وهو واقف طول النهار بيزعلنا. انا مره عملت كيك كده عملت كيك سلوات لبني ادم حقيقي. فعملت له شخصيته على الكيكه بتاع يعني السلوات بتاعه على الكيك.
طب دي فاتحه هديه يعني؟ مني ليك والله العظيم هعملها لك هديه مني ليك وخليها عشان تفتكرنا كل شويه، انت فاكرنا الحقيقه على طول. يمكن دي الحاجات اللي بتخليني مثلا ناس خلاص بعد ما طلبوا مني مره بقوا عارفين ان انا اللي اقدر اعمل لهم الحاجات المختلفه. في حد من اصحابي كل سنه بيعمل لمراته بمناسبه عيد الحب يعني بيعمل لها سيمد بيرث داي كل سنه ببراند هو عاملها ليها اسمها ليدي موكسي. ليدي الليدي موكسي هي اسمها موكا. فهو بيدلعها يعني. فهو كل سنه بيعمل لها عيد ميلاد بسيم معين، فهو بيحتاج ان هو يعمل الكيكه نفس سيم العيد ميلاد نفس سيم الهديه. انا كنت اديتهم صوره بس مش عارفه هم هيعرفوا يطلعوها ولا لا. وبس احنا مندمجين معاكي انت اكتر لان دايما الحاجه يعني العمليه بتبقى يعني احسن بالنسبه للمشاهد. انا عملت البيز دلوقتي هبدا برضو ألزق الشفايف عليها بتبقى ميه بسيطه جدا، ما بعملش يعني هي بتلزق بسرعه جدا فما بكترش ميه خالص. مش هتلزق، هتلزق هي هتتاكل على طول. دي صوره اهي من الصور اللي معانا، دي اللي هي الكيك اللي هي بتاعت البنت والبامبرز اللي طالعه من الغساله وفعلا فيها عشوائيه زي ما هي باينه كده. ده يا جماعه كل حال كل بيت مصري. بالظبط يعني هي فعلا بتاع معبره عن ام جدا تايهه وسط اولادها يعني. ودي مثلا دي كيك كان طلب مني واحده جابتني من على جروب على الفيسبوك. ده دكتور فيبن. بس هي طلبت مني طلب غريب جدا. طلبت مني ان هي عايزه تكتب له هابي بيرث داي بالكوري. فقالت لي هو انت ممكن تكتبي لي بالكوري؟ قلت لها يعني عايزه تكتبي ايه؟ فبعتت لي الجمله بتاعت هابي بيرث داي دي. فقلت لها فلقيتها ما صدقتش نفسها، بجد يعني انت هتكتبي لي بالكوري؟ معظم الناس بيعتمدوا على قطاعات الحروف. زي دول كده، دي قطاعات يعني دي اللي موجوده عند كل السوبر يعني كل الاماكن بتاعت الماتيريالز بتاعت الحلويات. بيعتمدوا عليها يعني. انت لو رحتي لحد وقلت له انا عايزه اكتب حاجه بفونت معين هيقول لك لا، ده نفس الكيك بتاعت الليدي موكسي. اللي هي نفس الكيك ليدي موكسي كانت نفس الفكره، هو بيستخدم فونت معين. عملت له الفونت ده بايديا، بقطع بالمشرط مش بعتمد على قطاعات حروف، بقطع بايديا الحروف نفسها. ده نفس اللي عملته في الخط الكوري. كتبت خط كوري بايديا برضو بالتقطيع. طيب احنا عايزين نوري بقى حاجه للناس عشان احنا للاسف خلاص الوقت انتهى. ماشي اوكي. ده برضو قلب 3 دي زي الشفايف بالظبط. وبيدينا برضو نفس الفكره بتاعت سيم الفالنتاين. ممكن نعمل حاجه بقى زي اللي هي اي لاف يو او مفيش وقت خالص. مفيش وقت، انا قلت بس مش هيبقى في وقت للأسف. الحاجات دي بتاخد وقت في البيت بس اكتر. لا يعني احنا بجد اتبسطنا او مروه كلت. انا لسه هاكل. هتاكل اكيد. انا هاكل. لا ولسه هنكمل اكل بصراحه. لسه لا خلاص ما كانش بتاعك. لا لسه اهي. خلاص تكملي كل واحد يخلص بتاعته. كل واحد يكمل بتاعته. لا انا عايزه اجرب اللي هناك اللي هي عليها الهارت الاحمر. دي هسولها. طب يعني سيبي لزمانك. سيبي لزمانك. كل سنه وانت طيبه يا مرام. كل سنه وانت طيبه يا مرام. بجد نورتينا النهارده واسعدتينا وعملنا يمكن حاجه برضو مختلفه غير زي ما بقول الكيك الكبيره او التورته، فدي حاجه جميله جدا. نورتينا النهارده. كل سنه وانت طيبه نوران ابراهيم مصممه ديكور الكيك. وصباحك زي الورد. صباح الورد. صباح الورد عليك يا نوران ونورتينا. وكل سنه وانت طيبه وان شاء الله بقى المره الجايه تجي لنا ويبقى الوقت اطول وتبقى الحاجات اكتر. صباح الورد عليك. صباح الورد.